اهلا وش اخبارك؟ معكم ماكس في حلقه جديده بالقناه. اوكي، كنت فكر انه معي بي بس راحت. فيا اخوان اليوم حننزل حلقه كيف يعني حنلعب شوي مع ارغوتيوب وراح نقيم السكنات اللي نزلت هذا الموسم والابطال. فلا تسلك وش اخبارك؟ لازم اكون مشكين. وكمان يا اخوان انا نزلت رسوم متحركه او ميم بيسموه لستو، جاب ديسلايكين وما جاب مشاهدات كتير، فراح ارجع نزله بدي اشوف دعمكم. ومعنى ارغوتيوب وعدته كتير نزل معه، مرة نزلت معه وما جابت كتير مشاهدات الحلقة، فبدي اياكم توصلوا لهذا المقطع 5 لايكات. والحمد لله مين الاسطورة الحلقة الماضية ما حط لايك على حلقة سكنات الابطال البشريين الاليين بشريين، والله من اسطورة ما بدي اشوف غلاظة له ابدا. فخلونا نبدأ. فيا اخوان حنلعب اول شيء مع ارغوتيوب مواجهه وديه. الحلقه الماضيه اللي لعبنا فيه معه هزمني، فراح نشوف هاي المره اذا بنهزمه يعني. فنشوف، فنحط اول شيء تسريع الريلود، والله دائما بستخدمه اول جيم. اوف، ستو قوي الصراحه. اوكي، اوه لا، شكلنا حنضل نخسر ضد ارغوتيوب قوي الصراحه. جاب بطل ما توقعت يختار سيرج. فنشوف يمكن هون. انا ليش استخدم السوبر من دون داعي؟ اوكي، لا عنده سوبر. ليك نحنا نطينا عليه وقت اللي كان هيلنا زبال. ما بعرف شو بدي اسوي انا. اوكي، ستو ما توقعت ستو ابدا. ادجر كتير قوي يعني، ما توقعت يفوز اصلا ستو على ادجر. فنحاول انه نفوز عليه. اوكي، اي جماعة ستو مدى بعيد شوي، ف صعب. ادجر مدى قريب يعني. انا راح بلش صرخ يا جماعة مثل الحلقة اللي اجا فيها لو. ما قتلته ولا قتل الستو، ف شكلنا نحن الخسرانين. ف خلينا نضل ساكتين. فتمام يعني نحاول انه المرة الجاي نجيب بطل احسن ضد ستو. اوكي، فيا اخوان هذا الجيم حنلعب سيرج ضد سيرج. فشوف حاس حالي مدعوس. اوكي، قلت لكم انا مدعوس. معك جهاز؟ بعرف استعملي حستعمل. مو قالوا انه حينزل جهاز جديد ل سيرج؟ ايه يمكن. ادعس ادعس، احتراف احتراف اخيرا. اوف، كنا حنندعس. اوكي اندعسنا، يلعن شكل اللاج. لاغ هو مخرب كل احلام الناس. ف يعني مين بيسوي سوبر سيرج وهو بده يندعس؟ كنت بهرب على الاقل يعني. والله الواحد لما يلعب ضد محترفين بحس حاله حمار. اوكي، هرب واندعاس. اوف، سوى تليبورت. اوكي، يا جماعة طبعا الاتحاد تبعنا فضيت فيه مكان، لقنا احنا 93 فضيت فيه مكان
يعني 93، يعني 7 أشخاص. يعني راح احط لكم هلق الكلان وفوتوا عليه، فانا لانه بدي اياهم يكونوا اكثر المتابعين، فلهيك شلت كم واحد باينين كانهم حاذفين اللعبه لانه ابدا ما عم ترتفع كؤوسه. صار الكؤوس المطلوبه هلق بشوفن 1400، ف تنضموا للاتحاد. اوكي اوكي صرنا 309588. فيا جماعة هلق رح نلعب مايك ضد مايك. مايك صاير حقير آخر فترة، فبدي أعرف إيه خوينا فايز بال شو بيسموها البطولة. فا أوكي راحت علينا التجميدة حس حالي متوتر ما بعرف ليش، فخلونا نبلش. تحس 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 حتى انا لما جلدته جلدني. شو بدي اسوي يا جماعة؟ اوكي هذا ستيكر معلق في بالي، بدي ضل حط لايك. اوكي نطلب منكم لايك. اوكي حلقة اليوم تسليك يا جماعة، فاسفين اللاج اللاج، اعوذ بالله من اللاج والشيطان الرجيم. اوكي ف تعبت، ف هل ممكن مايكي ينط؟ لا 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 من السوبر تبعه، بما انه خاربه خاربه يعني ايوه بيقدر ينط. والله نسيت اني استخدمت هي. وي خاربة خاربة، فيا جماعة خلص هلق حنقيم السكنات بعد هاد، فآسفين يعني الوضع ملل شوي. اوكي بعرف انكم مالين، انا مال من حالي. اوكي خليني بس دمجك كذا، كل ما اختار بطل بقول يا ريتني ما اخترت له. يا هزمني 3 مواجهات تفضل. فهلق يا جماعة وقت تقييم السكنات والابطال اللي نزلوا على هذا الموسم. فيا جماعة اول سكن عندنا هو كولت حامل السلاح، او لا لا البطل بيل، هي بنت صح؟ ايه فهي اسمها بيل ولا بيلي ما بعرف، بس احلى بيل مو بي. فبيل هي بطلة ساطية. اوكي هي ما يكون شايفين يعني الشبه بينه وبين شيلي، فبظن يا جماعة انه بيل وشيلي اخوات كانوا يسطوا مع بعض. كتير سمعنا قصص عن شيلي انه ساطية، كانوا يسطوا مع بعض وباحد الايام انفصلوا عن بعض وكولت مسك شيلي لحالة، وصارت شيلي مع كولت. ما بعرف شكله عفا عنا لانه قصدي لانه يعني بتعرفوا لانه هيك رحمه وشفقه، بيعرفوا انه راح تهددي للطريق الصحيح اكيد يعني. فبعطي بيل اول شيء قلوا لنا اذا القصه اللي انا قلتها بتحسوها صح ولا لا. اوكي فانا هلق بعطي بيل 10/10 وسكنة جدا اسطوري. ف ما حل لي من الاعراب يعني قيمتنا هن 12. ايه خلص. وهلق اجى دور كولت حامل السلاح. اوكي يا جماعة السكن كتير مكبره لكولت. اوكي باين عليه اختيار، باين عليه ابوه لكولت مو كولت، باين عليه جد جد ابو كولت. يعني سكن هو حلو وعطيه لكولت ضخامة مثل القرصان، بس القرصان احلى منه وهيك، بس الوانه مو ظابطة، ف بعطيه 8/10. وانتي بي عشان ما تقليل 9/10. اوكي وهلق يا جماعة عنا سكن لا ادجار، واللي هو انا ما بعرف اسمه. المهم المهم انه سكن يعني هو عاطيه لادجار هيك ضخامة يعني مثل كولت تقريبا، بس الحركة تبعه كتير حلوة
بس انه يعني ادجر كثيره هيك تحسوا انه فوت ببعض الاشياء بس ما واخذهم. انا بظن انه السوبر سيل منه هي حركه كثير حلوه انه يعملوا انه هيك اشكالهم، لانه بتعرفوا ايام زمان ملابس تسليكيه والوان تسليكيه يعني عبيلي لامشي، ف بعطيه لهذا سكن 9/10 ويمكن انا اشتري اوكي حق 150. كيف بدي اشتري احم انت بي قديش بتقيمي هذا السكن؟ 10. اوكي يا جماعه، البطل اللي نزل له 3 سكنات بهذا الموسم بظن انكم عرفتوه، بي جماعه تخيلوا بطل له 3 سكنات بنفس الموسم، فشي جدا رهيب ولا مره صار. يعني يمكن يكون مثلا انه البطل سكن لونين مثلا فضي وذهبي، بس لا بي اخذت نوكا بي وجولدن نوكا بي وبي الثالثه واللي هي بتشبه لعبه باندي. اوكي فبعطي نوكا بي 10/10، كتير كيوت وحبابه وحركتها حلوه مثل كمان هي مثل جولدن نوكا بي، بس جولدن نوكا بي بعطيها 9 لانه بتعرفوا يعني ما انا طالعة بحلاوة النوكا العادية، يعني مو طالعة كتير كيوت مثل نوكا بي العادية. وعنا الاخير واللي هو الباندي بعطيه 8/10، وما توقعته هو اللي يفوز، توقعت يفوز غيره، اصلا احنا زمان سامعين انه هو اللي فايز، توقعت تفوز بي الطيارة. رح يكون كتير سكن اسطوري، بس بظن انه يمكن سوبر سيل شي يوم تحط هذا السكن باللعبة لانه كتير متعوب عليه، بس على موسم غير، لانه يعني بتعرفوا هذا السكن يعني جدا اسطوري ومتعوب عليه، فبتمنى انه يحطوه. واللي بعده سكن تارا واللي تسميه بي المحتاله، انه باين من شكله محتاله ومش صادق، هدول اللي بيكونوا بين البنايات بيقعدوا ينصبوا عليك مبيعاتهم المصديه. اوكي فهذا السكن يعني هيك تارا يعني سكن احلى من سكنات التانية، بس لا شو احلى من سكنات تارا نينجا احسن، بس هذا يعني هذا السكن عطيه هيك لتارا شكل فخم يعني بتعرفوا، وعندها طاقات العين التانية بدال هي العين، فانه يعني بعطيه 9/10. ما بعرف انا اول ما نزلوا اللعبة ما حبيته كتير، او حينزلوا على اللعبة هن. وهلق عنا سكن ساندي عربي، ساندي عربي علاء الدين، يعني هو جدا سكن اسطوري واحلى من سكناته الثانية اكيد، احسن من محب الحلوى والناعس، اكيد الناعس ما راح يكون كتير حلو، بس ها اوكي يا جماعة اجا اشعار، فهذا سكن جدا اسطوري وبياخد 10/10 على طول. واخيرا يعني عملوا سكن عربي تاني غير السكنات اللي نزلت تبع جني ومورتس وجيل، منيح عمل ايه. فيا جماعة هذا احلى سكن عربي نزل على اللعبة، وهيك الحركة تبعه متغيرة، اكيد يعني قلت لكم انه بياخد 10/10، فخلونا ننتقل على السكن اللي بعده. يا عيني يا عيني امبر ديلا فيجا احلى سكن بهذا الموسم. لا شو بي نوكا بي احلى. لا امبر ديلا فيجا والله لو معي سعرك، والله لو معي سعرك كنت اشتريتك انت وسكنك على طول، فهذا سكن على طول 10 يا جماعة. يعني شوفوا هيك امبر هيك اسطورية، شفتوها يعني هيك كيف بدي اشرح لكم، فارسة باينة ليا. لا باينة نينجا نصابين بيطلع الساعة 1 بالليل حتى يشوف مين بيتسرقع ويسرقوا. فسكن جدا اسطوري يعني الصراحة، احلى سكن والله احلى من نوكابي، فانه يعني عطية لامبل. انا شو عم والله ما بعرف شو عم سوي، ما بعرف انت شو عم بتسوي اذا انت معك كتير جواهر ومانك عم تشتري هذا السكن. يعني طبعا اكيد 3/4 اللاعبين مخططين يشتروا امبر دي لا فيجا. اكتبوا لنا ترجمة اسم هذا السكن ولا ما له ترجمة، مع انه هيك اسم دي لا فيجا هيك باين هيك حلو وهيبة واسطوري. واخر سكن يا ريت نحطينا اول سكن 30 جوهرة،
اصلا حتى لو ما بتشوف مقطع له انه عدد باين عليه 30 جوهرة، يعني مثلا اذا مثلا نزلت سوبر سيل ب 80 جوهرة متوقعين حدا يشتري؟ يعني والله ما بشتري الا اذا كان اذا بخفضوا له ال 15 جوهر، الصراحه ما راح اشتري. يعني سكن جدا عادي سيرج بس كرتون. انا والله مره انا وبي انا كنا من زمان كنا نحكي مثلا سيرج هيك شايفين شكله مربعاتي، فقلت له مره لبي تخيلي شي يوم ينزل سكن لسيرج كرتون. اي صبيت لك سيرج كرتون وخلعتي له راسه. فنزل بس انه يعني بياخذ 7 من 10 بالنسبة لسكن 30 جوهرة. أعطي 10 على 10 لأنه كثير حباب. خلاص رح أعطيه أنا 9 من 10. فهون بتكون خلص حلقتنا، إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشكين، وباي باي. وبدنا كمان لايكات كثير على المقطع اللي قلت لكم عليه الرسم المتحرك لستو، أوكي؟ ما بدي يصير فيه نفس الشيء اللي صار معه امبارح، أوكي؟ وباي باي. كأننا بقول باي باي كثير، وباي باي. أوكي يا جماعة خلص.